مساء الخير على مشاهدي اليوم السابع. كاميرا اليوم السابع موجودة حاليا على كورنيش اسكندرية عروس البحر المتوسط اليوم الجمعة. زي ما احنا شايفين اجواء مميزة في اجازة الاسبوع، اقبال ضعيف على الشواطئ كما نرى في شاطئ جليم، اقبال ضعيف على الشاطئ ويعني الاستمتاع بصيد السمك وممارسة الرياضة. هذه هي الاجواء على كورنيش اسكندرية حاليا. زي ما احنا شايفين عدد من المواطنين في البحر والجزء الاخر يستمتع بصيد السمك. يعني الاستمتاع بكورنيش اسكندرية بعد صلاة الجمعة وفي اجازة اخر الاسبوع يعني من اهم الطقوس الخاصة بالمواطنين في محافظة اسكندرية، منها ممارسة الرياضة و على الكورنيش والاستمتاع بصيد السمك. زي ما احنا شايفين اجواء مميزة، يعني حالة الطقس حاليا في محافظة اسكندرية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويعني ينخفض اكثر في فترات المساء. يعني بيميل المواطنين للاستمتاع بالكورنيش رغم سطوع الشمس ويعني درجة يعني وجود حرارة في الشمس، ولكن بيستمتعوا بالتواجد على الكورنيش والجلوس على الكورنيش يوم الجمعة. عن الحالة المرورية على كورنيش اسكندرية، يعني في سيولة مرورية كبيرة على كورنيش اسكندرية في الطريق المؤدي إلى وسط المدينة، أيضا هناك سيولة مرورية على الطريق الآخر وهو المؤدي إلى شرق الإسكندرية، منطقة المنظرة والعصفرة والمنتزه. أجواء خريفية مميزة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بيميل المواطنين للاستمتاع بحالة الطقس وهو الطقس المفضل لدى العديد من أهالي الأسكندرية فترة الخريف وفصل الشتاء. صيد السمك وممارسة الرياضة من أهم عادات أهالي الأسكندرية يوم الجمعة، وتبدأ هذه الطقوس بدءا من الساعة 6 صباحا وحتى عصر الجمعة. يعني على الرغم من انخفاض درجات الحرارة إلا أن زي ما احنا شايفين عدد من المواطنين في مياه البحر بيستمتعوا بالسباحة في شاطئ جليم بالاسكندرية. زي ما احنا شايفين يعني بنحاول ان احنا نقرب الكاميرا ونشوف المصطفين على شاطئ جليم. الانخفاض ملحوظ في يعني معظم الشواطئ في اسكندرية وخاصة في شرق اسكندرية، معظم الشواطئ فيها انخفاض ملحوظ في الاقبال. يعني يوجد ارتفاع في الامواج بسيط، ولكن يعني شاطئ جليم مميز لانه يعني في حواجز امواج، الارتفاع موجود في المناطق او الداخل، ولكن على الشاطئ مباشرة يعني تنخفض درجة الامواج وسرعة الامواج بسبب حواجز الامواج ولسان جليم الموجود في هذا المكان، بتنخفض سرعة الامواج وهو مناسب للعائلات والاطفال. انخفاض في درجات الحرارة ويوجد سرعة في الرياح. خلفية مميزة في عروس البحر المتوسط اليوم الجمعة. كما احنا شايفين يعني منطقة جليم هي منطقة يعني هذا المكان هي منطقة صخرية ليست مخصصة للسباحة، ويعني بيتواجد فيها عدد من المواطنين لممارسة هواية الصيد من الصباح الباكر. شايفين
على كورنيش اسكندريه وتحديدا من يعني بيفضل الصيادين التواجد في المناطق الصخريه مثل منطقه لوران وجليم وكليوباترا وكمشيزار حتى منطقه المينا الشرقي بدءا من الازاريطه وحتى المنشيه، ويفضلوا التواجد في هذه الاماكن وهي يعني المفضله لدى الصيادين لصيد السمك. كاميرا اليوم السابع موجوده حاليا في جليم، وهنا شاطئ جليم يعني على الجهه المقابله، يعني بيفضل عدد من المواطنين يعني استخدام الاتوبيس السياحي المخصص في اسكندريه زي ما احنا شايفين الاتوبيس على الجهه المقابله، وهو مخصص لطريق الكورنيش بدءا من منطقة المنتزه وحتى بحري، بيستمتع به أهالي اسكندرية والمصطفين وكل زوار محافظة اسكندرية الاستمتاع بكورنيش اسكندرية ورؤية كورنيش اسكندرية من الطابق العلوي من الأوتوبيس. زي ما احنا شايفين يعني سيولة مرورية على كورنيش اسكندرية، تواجد العشرات من المواطنين للتجول على الكورنيش للاستمتاع بحالة الطقس وممارسة الرياضة، كافة الأعمار وليس الشباب فقط، كافة الأعمار متواجدين على كورنيش اسكندرية وهي عادات خاصة بأهالي اسكندرية، التواجد على الكورنيش عقب صلاة الجمعة وممارسة الرياضة من الصباح الباكر بدءا من الساعة 6 صباحا وحتى عصر الجمعة. هذه هي الطقوس الخاصة بأهالي محافظة اسكندرية في أجازة الجمعة. مميزة في عروس البحر المتوسط محافظة اسكندرية خاصة مع فصل الخريف وبداية فصل الخريف، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومازال المصطفين يقبلون على الشواطئ ولكن اقبال ضعيف للشواطئ ونزول البحر والسباحة في مياه البحر في محافظة الاسكندرية. مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع، كانت هذه جولة سريعة على كورنيش اسكندرية لرصد حالة الطقس والأجواء في عروس البحر المتوسط اليوم الجمعة. كنت معكم في هذه التغطية أسماء بدر، شكرا لكم وإليكم الآن مع صورة.